السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مرسي مرسي. انت نايم يا حبيبي؟ الله معلش يا حاج، والله بقالي يوم لا مؤاخذة، يعني بقالي يوم ما نمتش يا حاج. والله شكلك تعبان، طمني. اتفضل يا حاج، كل اللي حضرتك طلبته في الملف ده يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت مش اللي كاتبه انت؟ لا انا اللي جايبه بس يا حاج. طيب انت تروح ترتاح بقى وتريح، بس خد الشيك ده. خيرك سابق يا حاج. لا يا حبيبي مفيش حاجه تغلى عليك، ده للجمعيه، تروح تسلمه بايدك في الجمعيه اخر مشوار. ماشي يا حاج. ماشي. حاضر. شيك مهم ده. حاضر حاج. معلش بطل بطل يا مرسي. السلام عليكم حاج. وعليكم. وخد الجمعه اجازه. ماشي يا حاج. نفسي يا ست نبت. كاميليا، في حاجة غريبة حصلت مش فاهمها خالص. حاجة ايه؟ انت تعرفي اسم فواز الصياد؟ مش ده اللي اتبرع للجمعية يوم المؤتمر؟ ايوه. مال؟ معرفوش، ده كان أول مرة أشوفه يوم المؤتمر. أصل عمل حاجة غريبة أوي. حاجة ايه؟ الشيك اللي اتبرع بيه 1,000,000 جنيه كاتبه باسمك انت مش باسم الجمعية. بتقولي ايه؟ باسمي أنا؟ طب عمل كده ليه؟ معرفش، ما أنا عشان كده قلت أسألك لو تعرفيه ولا حاجة. معرفوش يا ستي، قلت لك اول مره اشوفه يوم المؤتمر. خلاص خلاص، بس قولي لي هنتصرف ازاي دلوقتي. انا عايزاكي تجيبي لي عنوان مكتبه. يا خبر، وخلاك تودي الشيك بدري قوي كده؟ والغريبه انه كتب الشيك باسم البنت مش باسم الجمعيه، حتى هم استغربوا قوي. باسم مين؟ يا دي النسيب، وانت مالك انت؟ هي كلمة خليكي في حالك بقت مزاج خلاص؟ اغنيها لك؟ ماشي، خليكي في حالك يا هانا. اغني يا عم، خليكي في حالك يا هانا، خليكي في حالك يا هانا. عم كده؟ كده شحتة؟ بس تبقى افتكرها. مش هفتكرها وهنساها، واسكتي شوية خلينا نشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. مصيبة؟ مصيبة ايه يا ابني؟ ده تبرع عادي. وبعدين انت مش كنت عايز الحاج؟ يلا خش له اهو جوه. صحيح، ده الأستاذ مستنيه والناس كلها في المدرسة. استاذ مين؟ يا دي المصيبة، اضربك دماغي في الحاجة اللي واقفة دي عشان تستريحي. الأستاذ صفوت يا ستي، والنهاردة ميعاد اللجنة. صحيح، قول لها يا عم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا أستاذة كاميليا، اتفضلي. أهلا وسهلا. أولا أنا آسفة إني جيت من غير ميعاد. لا خالص، أنا مكتبي مفتوح لكل الناس من غير مواعيد. ثانيا أنا مش هاخد من وقت حضرتك غير 5 دقايق بس عشان ما أعطلكش ولا أعطل نفسي. تحت أمرك، خدي الوقت اللي أنت عايزاه. ثالثا بقى وده الأهم، حضرتك تعرفني؟ أو بمعنى أصح، في سابق معرفة ما بيننا؟ لا الحقيقة ما حصليش الشرف. ممكن حضرتك تشرح لي إيه اللي مكتوب هنا؟ 1,000,000 جنيه الشيك ده معمول باسمي. حلو حلو يا استاذ فواز، انا عضوه في جمعيه محترمه ليها كيان مستقل بذاته، الاشخاص فيها ممكن يروحوا ويجوا وممكن جدا يتغيروا في اي لحظه، انما الكيان ده بيفضل زي ما هو والجمعيه بتفضل بنفس قيمتها، ولا اقبل ان حد يختصر الكيان ده في شخص حتى لو كان الشخص ده انا. استغفر الله العظيم يا رب، وانت كل ما تشوفيني هترسلي محاضره. شيك ب1,000,000 جنيه اتبرعت بيه للجمعيه، ابقى غلطان؟ اديك قلتها بلسانك اهو، اتبرعت بيه للجمعيه مش لكاميليا السعيد. يا استاذ فواز، لو انت فعلا مقتنع بمبادئ الجمعيه بتاعتنا يبقى الشيك ده يتقطع ويتعمل واحد غيره ويتبعت على مقره. ايه يا استاذه كاميليا، استني بعد اذنك لحظه واحده. ما احنا كلنا فاهمين فلوس الجمعيات بتروح فين، اعتبريني بقى جبت من اخر. لتاني مره بتغلط وبتحط نفسك في موقف يستحق الاعتذار الرسمي والعلني، ده تشكيك وتخوين يا استاذ، انا برفضه شكلا وموضوعا. واي كلمه تانيه بالمعنى ده انا ممكن ارفع عليك قضيه سب وقذف واخد منك تعويض اكتر من تبرعك ده بكتير، لان ملايينك دي مهما كان عددها مش هتكفي رد اعتبار لجمعيه بحجم المنظمه بتاعتنا. واظن على ما اتذكر انك قلت لي انك ما بتسلمش على الستات. مسألة مبدأ، ابن حنبل قال كده، وأنا مش فاضي كل شوية أروح أتوضأ.
واللي ما بيسلمش على ستات عشان مبدأ ينفع يرمي الناس بتهم كده من غير دليل؟ ولو انت مقتنع بالكلام اللي قلته على الجمعية بتاعتنا يبقى اتبرعت بفلوسك للجمعية ليه؟ ولو انت دفعت المبلغ ده مجرد صدقة او زكاة عن مال يبقى اعلنت ليه؟ واظن ان مش انا اللي هفكرك بكلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. صدق الله العظيم. واعتقد يا استاذ فواز انك محتاج تتوضى تاني مع انك ما سلمتش عليا. انا ما بدي منكم اكتر من هيك، بدي نستغل كل عين بتقرأوا وكل ايد طايلاه، لازم نحاوطه من كل الجهات ونقفل عليه ونعمل عليه قنبينة، ما لازم يفلت من ايدنا، هيدي فلسطنا. بقول لسعادتك ايه يا باشا، انا بصراحة زهقت من الفيلم ده، وبعدين يا باشا مش عايز سعادتك تنسى ان امي موجودة عند ابوه في البيت، يعني ممكن لو عرفوا اي حاجة يزوها. وجود الست الوالدة جزء مهم من الكومبينة المرسومة. بقول لك اكسلانس، يا اخبار الشغلانه اللي انت قلت لي عليها؟ هانت كتير قوي، بس انتوا خليكم معي. لا انا قلت لك انا تحت طوعك وتحت امرك، بس كله بتمن، انا احب اكسب قبل ما العب. يا حبيب قلبي انا حخليك تلعب بالبيضه والحجر لما نمحي اسم فواز الصياد من السوق، ساعتها حيكون مكاسبك فوق ما تتخيل. مش هشرب حاجة. لا إله إلا الله. إيه يا ابني؟ إيه؟ اللي إيه؟ إيه أنت؟ إيه؟ جاك قوة يا أخي. أنت عارف عملت إيه النهاردة؟ عملت إيه؟ عملت زي الراجل صاحب الشغل اللي كان بيشتغل فيه دلال مراتك، زغلل عليها بقرشين وهو عارف ظروفها محتاجة لهم قد إيه، ولبسها الطرحة. أديلك سيبنا ثوابك. لا يا حبيبي، الثواب بكسبه بالرضا مش بالغصب ولا باستغلال نفوس البني آدمين. وحكاية الفلسفة اللي نصر علي فيها اليومين دول؟ مش بقولك انت النهاردة حالك حال. معلش يا حاج، راسي مخنوق شوية، مخنوق وقلقان، عايز اطمن على مستقبل العيال، مش عايز حد يجي يلعب لي في دماغهم ويبوظ لي الدنيا. فواز انا ابوك يا عاد، ما تضحكش على نفسك يا فواز، انت مش عاوز غير مصلحتك وبس، تريح دماغك من ناحيه ولادك، ومش وحش لما يزيد انتاج مصانعك. انا ماشي ماشي ماشي. عليكم. يعني ما كانش ليهم لازمة الكلمتين البايخين دول، كانوا محشورين في زوري، قلت اخلص منهم. برضو ما كانش في داعي تمشي متقدر على المسا كده. اكيد انا ما قصدتش كده، اصل فواز ابني ده ساعات يشطح وينسى اللي انا ربيته عليه، وانا بقى على قد ما بقدر احاول المه تاني واخليه فوق، ولو اني ما بقدرش على طول. هو كان بيعمل المدرسه دي ليه؟ مش عشان ولاده، يبقى من حقه يختار على مزاجه، دي فلوسه وهو حر فيها. وكان عنده حق لما قال ان نيته كانت سليمه، بس الحياه مش نوايا وبس، ما ينفعش يلوي دراع الخلق عشان يحقق اللي في دماغه، مش ده اللي انا ربيته عليه ولا ده اللي احنا تربينا عليه. طب عشان خاطري انا عندك يا منعم، اراضي بكلمتين حلوين. الله 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 الله، والله جه الوقت اللي بيندفع فيه عن فواز.
سبحانك يا رب. اخسى عليك يا منعم، هو انت لازم تفكرني؟ طب فكريني انت بقى. افكرك بايه؟ باللازم والله. لا 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 مش كده، لا مش كده. امال ازاي؟ كده؟ لا لا مش كده يا حاج انت. طب استنى هقول لك حاجة. انا حاطط في النور، ثانية واحدة. بس بقول لك ايه؟ وقعت في النور من هنا وتستخبي من هنا زي ما بتعملي وضيع عندنا في التدوير عليك. لا لا بس ادفي. اوعي يا حسن. ادفي انت. ادفي بقى. ادفي ادفي.